اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل الجسم على اثنين والأعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. توماس يا قولي ايه الاخبار؟ كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي جوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي، البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص يا ربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجرس ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. يا جاد ام بليدنج. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. يا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. يا راجل وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. توماس تحت الحزام هينفع وشه كله مقص. شيل الراجل ده، شيل الراجل ده، شيل من هنا يا جماعه. الحاجه يا جماعه ده هيشرب. مين مش عايز يشرب؟ خد سيجارة ولا خد خلاص. واتس اوت يا جماعة، واتس اوت ذا سيتي. ثانك جاد. يلا يا سيدوني ده شكله صايم. يلا يا جماعة يلا 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 جاب بس. خش عليها. Thank you.
500 سنة. يا عم انت مجهود ايه بس، ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ طب يشرب؟ لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. I swear انه بيشرب. بص.